السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك، أنا أختي بطلقها ومعاها بنتين، وكان معاها مبلغ بسيط ومش حابة تطلع تشتغل بره، ومعاها مبلغ بسيط واديته لواحدة بتتاجر، فقالت لها يا ستي فلوس دي شغاليها معاكي واديني مكتب معاكي، يعني وظيفتك في المكتب، فهي بتديها كل شهر مكتب غير ثابت، يعني مثلا 100,000، 1,100، ترجع مثلا أقل من 1,000. يعني هي بتكسب، فقالت عفوا، هي تكسب ولا تتاجر وتكسب ولا كده ارتجالا؟ خلاص، تجرى أمينة ولا تجرى نصابة ولا تجرى ايه؟ كويسة، وهي خلاص تبقى أختي برضه، ده مهم، خلاص، لا بأس بذلك. السلام عليكم. لا.